استقبل مطار العريش الدولي طائرتي مساعدات لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة تحملان 71 طنا من المواد الغذائية والطبية. وصرح مصدر مسؤول بأن الطائرة الأولى من دولة قطر وتحمل 23 طنا من المواد الغذائية والطبية، والثانية من بلجيكا وتحمل 48 طنا من المستلزمات الطبية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف.